من غير خوف زي أبويا، عن أسراري وعن حكاياتي هناك بحكيلك. كنت كتير يا ربي بفكر من دلوقتي وحتى أما أكبر إني لا يمكن يوم هتغير وأنسى صليبك. كنت في قلبي دايما أصلي يفضل حبك فيا تملي، ولا فيش حاجة في يوم تمنعني إني أجيلك وأفضل أحكيلك. وأما كبرت ناديتك تاني، بس لقيت في إيديا يا ربي إيود منعاني. حزني وخوف مالي كياني، سجن خطية وحب وشهوة عالم فاني. وبقيت تاني يا ربي بفكر امتى ارجع لك وازاي حقدر اقعد زي ما كنت صغير تحت صليبك. وبقيت تاني يا ربي بصلي انك تغفر لي وتخلي شهوة روحي وقلبي تملي اني اجيلك وافضل احكيلك. واما رجعت لقيتك حاني بين احضان الاب في الروح فرح يملاني. مسحت دموعي جددت كياني باعترافات من عمق القلب ندم جواني. وازاي بقى يا رب حكافئك على غفرانك وعلى رعايتك، هفضل طول الوقت اطوعك جوه طريقك ويكون قلبي بيرنم لك طول العمر يمجد اسمك واغلى ما عنده بيقدم لك لما اجيلك وافضل احكيلك. كل يوم تحت صليبك، كل يوم تحت صليبك. شكرا يا ابي. كتر خيرك يا معيد، ترنيمة جميلة خالص. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. فلتحل علينا نعمته وبركته من الآن والأبد أمين. نكمل مع بعض دراستنا في إنجيل معلمنا متى، وكنا في إصحاح 21، الإصحاح اللي ابتدى بدخول السيد المسيح إلى أورشليم، الدخول الأخير اللي هو هيتصلب فيه بعد ما تمم خدمته 3 سنين وثلث. وعارفين انه ابتدى باستقبال حافل جدا ليه وهو داخل اورشليم، وان المدينه كلها ايه؟ المدينه كلها ارتجت زي ما بيقول لنا القديس مات. بعد كده اتكلمنا في المره اللي قبل اللي فاتت عن تطهير الهيكل، وازاي ان ربنا يسوع المسيح أخرج اللي كانوا بيبيعوا ويشتروا، وأخرج الحيوانات من الهيكل، وشفى عمي وعرج، وابتدى يعلم في الهيكل. وشفنا برضو إزاي من رؤساء الكهنة والكتبة ما عجبهمش الكلام ده، وحتى ما عجبهمش دخول المرضى إلى الهيكل، ولا حتى صياح الأولاد قصادنا لابن داود في غضبه. طبعا ربنا يسوع المسيح مهموش الكلام ده كله، لأن عارف قلوبهم وعارف إزاي هما بيفكروا، وتركهم وخرج خارج المدينة عشان يبيت في بيت عنيا، في بيت يا إما لعازر ومرسى ومريم، يا إما في بيت سمعان الأبرص. النهاردة ربنا يسوع المسيح وهو راجع تاني أورشليم من بيت عنيا هيمر بشجر التين، بشجر التين، وفي مروره هيحاول يعلمنا درس مهم قوي ونبوة. عايز يعلمنا درس روحي ونبوة، أو بالتدقيق درسين روحيين ونبوة. فنقرأ كده
من إنجيل معلمنا متى عن موضوع شجرة التين، ونشوف معلمنا مرقس قال إيه ومعلمنا لوقا قال إيه وبرضه معلمنا يوحنا قال إيه في الموضوع ده. دي كنت شنودة معانا؟ أيوة ممكن نقرأ من 18 ل 22. حاضر حاضر. وفي الصبح إذ كان راجعا إلى المدينة جاع، فنظر شجرة التين على الطريق وجاء إليها، فلم يجد فيها شيئا إلا ورقا فقط، فقال لها: لا يكن منك ثمر بعد إلى الأبد. فيبست التين في الحال. فلما رأى التلاميذ ذلك تعجبوا قائلين: كيف يبست التين في الحال؟ فأجاب يسوع: الحق أقول لكم، إن كان لكم إيمان ولا تشكون فلا تفعلون أمر التين فقط، بل إن قلتم أيضا لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر فيكون، وكل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه. كتر خيرك. دي الموضوع شجرة التين العقيمة من إنجيل معلمنا متى. نقراها من إنجيل معلمنا مرقس، لأن القديس مرقس ذكرها بأكثر تفصيل، ذكرها بأكثر تفصيل، فنقراها ونشوف قال إيه معلمنا مرقس من 12 ل 14. مدام موندا ممكن نقرا من 12 ل 14. أوكي. وفي الغد لما رجعوا من بيت عنيا جاع، فنظر شجرة التين من بعيد عليها ورق وجاء لعله يجد فيها شيئا، فلما جاء إليها لم يجد شيئا إلا ورقا لأنه لم يكن وقت التين. فقال يسوع لها: لا يأكل أحد منك ثمرا بعد إلى الأبد. وكان تلاميذه يسمعون. ده الكلام ده هو حسب كلام معلمنا مرقس هو يوم الاثنين الصبح، هو راجع أورشليم يوم الاثنين صباح، تمام. بعد كده معلمنا مرقس يذكر الحادثة بتاعت تطهير الهيكل، وبعدين يرجع يكمل موضوع التينة تاني من عدد 20 ل 24. ده اللي بنده من 20 ل 24. وفي الصباح إذ كانوا مجتازين رأوا التينة قد يبست من الأصول، فتذكر بطرس وقال له: يا سيدي، انظر التينة التي لعنتها قد يبست. الصباح ده هوت بقى هو صباح يوم الثلاث، يبقى لعن التينة في الأول كان صباح يوم الاثنين، والتينة يبست من الأصول في يوم الثلاث. وإحنا هنشوف دلوقتي إزاي نحط قصتين حسب ما ذكرهم قديس متى ومرقس مع بعض عشان نستنتج. كملي اتفضل. فأجاب يسوع: ليكن لكم إيمان بالله، لأن الحق أقول لكم، إن من قال لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر ولا يشك في قلبه، بل يؤمن أن ما يقوله يكون، فمهما قال يكون له. لذلك أقول لكم، كل ما تطلبونه حينما تصلون فآمنوا أن تنالوا فيكون لكم. خلي بالكم الآية دي عايزين نحفظها مع بعض، لأن دي آية تكررت في الإنجيلين وعايزين نحفظها مع بعض. كل ما تطلبونه حينما تصلون فآمنوا أن تنالوه فيكون لكم. نقرأ برضو نفس القصة بتاعت التينة العقيمة أو تينة تانية، معلش تينة تانية، مثل تاني من إنجيل معلمنا لوقا 13، عشان نعرف إيه حكاية التينة دي، لأن ربنا اتكلم عنها في لوقا 13 من 5 ل 9. أستاذ مدحت داوي. كلا أقول لكم، بل إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. وقال هذا المثل: كان لواحد شجر التين مغروسة في كرمه، فأتى يطلب فيها ثمرا ولم يجد. فقال للكرام: هوذا 3 سنين آتي أطلب ثمرا في هذه التينة ولم أجد، اقطعها، لماذا تبطل الأرض أيضا؟ فأجاب: يا سيد، اتركها هذه السنة أيضا حتى أنقب حولها وأضع ذبلا، فإن صنعت ثمرا وإلا فيما بعد تقطعها. كتر خيرك. ده اللي قاله القديس لوقا برضو في مثل تاني عن شجرة التين. قديس يوحنا برضو في الإنجيل اللي بنقراه دايما، إنجيل الساعة الثالثة، يتكلم عن حاجة زي كده. يوحنا 15
بس هنا بيتكلم على الأغصان عموما، يعني الأغصان بتاعة الكرم. أستاذ ديكون شنودة، نقرأ عدد 2 وعدد 6. كل غصن فيه لا يأتي بثمر ينزعه، وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. 6. إن كان أحد لا يثبت في يطرح خارجا كالغصن فيجف، ويجمعونه ويطرحونه في النار فيحترق. كتر خير. القصة اللي بيقولها قديس متى وبيقولها قديس مرقس برضو من أمر التينة، بنلاقي فيها حسب الترتيب الزمن، يعني إن ربنا يسوع المسيح مر على التينة ودور فيها على ثمر في صباح يوم الاثنين، وهو رايح أورشليم عشان يطهر الهيكل، والتلاميذ شاهدوا إنها يبست في صباح اليوم التالي اللي هو يوم الثلاث. بس القصتين لما تحطهم على بعض تقدر تفهم اللي حصل بالظبط. في عدد 18 يقول في الصباح، يعني صباح يوم الاثنين، ربنا يسوع المسيح وهو راجع إلى أورشليم يقول الكتاب جاع. طبعا موضوع الجوع دهوت أو الجوع اللي جه لربنا يسوع المسيح ده بيظهر ناسوته، وله يظهر بإماتته للشجرة بمجرد كلمة. يعني ناسوته بان لما قال الكتاب إن هو جاع، ولاهوته أو قدرته كإله بانت بإماتته للشجرة بكلمته لا يكن فيك الثمر فيما بعد إلى الأبد. عشان يثبت لنا ربنا يسوع المسيح إنه كان إنسانا كاملا، كان ناسوت كامل، عشان كده كان خاضع لكل ضعفات الطبيعة كإنسان بيجوع زي أي إنسان. وطبعا برضو نستنتج من مسألة إن هو جاع إن هو ربنا يسوع المسيح كان رجلا فقيرا ليس لديه ما يأكله، عشان كده جاع وراح يدور في شجرة على الطريق ياخد منها إيه، أي حاجة تسد جوعه. وطبعا زي ما اتعلمنا قبل كده إن أي حاجة أصابت ربنا يسوع المسيح أو فعلها بالجسد إنما فعلها من أجلنا، من أجل تعلمنا، عشان بجوعه دهوت وبذهابه إلى التينة هيقدم لنا مثل لعدله وسلطان، مثل لعدله وسلطان. في عدد 19 يقول فنظر شجرة التين على الطريق. طبعا غالبا الشجرة ده هي كانت على الطريق ده هو متاحة لأبناء السبيل، أي حد معدي يقدر إيه، يقدر ياخد منها، ما كانتش بتاعت حد معين، كانتش في غيط حد معين أو ملكية حد معين. فربنا يسوع المسيح جاء إليها. طبعا زي ما تعلمنا قبل كده إن أي حدث في حياة ربنا يسوع المسيح إنما حدث لتعلمنا، عشان يدينا تعليم، يدينا مثل. فذهاب ربنا يسوع المسيح للشجر دهوت كان عشان يعلم التلاميذ مثل بواسطة تلك التينة، مثل محسوس. لما ربنا مر على التينة لقى التينة مليانة ورق، مليانة ورق، والورق ده كتير جدا. فمعلمنا مرقس يقول في نفس الحكاية أنه لم يكن أوان التين، لم يكن أوان التين. بس اللي فيكم بيفهم شوية في الإيه، في الزراعة، يعرف أن الشجرة لما يبقى فيها ورق كتير وظهر بكثرة في بداية الموسم ربما يكون فيها باكورة التين، يعني فيها براعم تين مبكرة لأن مليانة ورق ومورقة جدا يعني. ولكن الثمار اللي بتبقى بقى صالحة للأكل كانت بتظهر في بداية شهر يونيو، يعني تقريبا بعد شهرين من إيه، من الوقت بتاع الفصح اللي ربنا يسوع المسيح مر فيه على الشجرة. عشان نفهم
ازاي ربنا يسوع المسيح لعن التينه وما كانش اوان التين لعنها لانه ما لقاش فيها ثمر وما كانش فيها او ما كانش وقت التين. نفهم ان الشجره لما تكون فيها ورق كتير بيبقى فيها براعم مبكره او بيسموها الثمر المبكر. لقى فيها ورق بس ما لقاش فيها ثمر مبكر ولا ثمر طازج يمكن موجود من السنة اللي فاتت، ودي إشارة إن هي إيه؟ إن هي مش هتثمر، مجرد ورق بس. خلي بالكم من الثلاث نقط دول، ما لقاش فيها ثمر مبكر ولا ثمر طازج ربما استنى من السنة اللي فاتت، ولقى ورق مكثيف فقط، ودي كانت إشارة إن هي إيه؟ إن هي مش هتثمر. الشجرة الكثيرة الأوراق اللي من بره تحس إنها مليانة ثمار ومن جوه ما تلاقيش فيها ولا برعم ولا حاجة مبكرة، ترمز لثلاث أشياء، وده اللي ربنا يسوع المسيح حابب يعلمه لنا. أول شيء ترمز للتينة العقيمة هو الإنسان المرائي، الإنسان المرائي اللي هو ممكن يكون أي واحد فينا للأسف، اللي بيدعي زيادة التقوى، مش بس بيدعي إنه عنده تقوى، لأ بزيادة، ولا يعمل شيئا من أعمالها لمجد الله ولا لخير الناس، زي ما المثل بيقول من بره ايه هلا هلا ومن جوه يعلم الله، او زي بولس الرسول ما بيقول لنا في تيموثاوس الثانية 3:5 ان في اخر الايام هيكون في ناس لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها، فاعرض عن هؤلاء. لهم صورة التقوى زي الشجرة زي التينة اللي فيها اوراق كتيرة وكثيفة لكن من جوه ولا فيها ايه برعم واحد ولا ثمر واحد. يبقى التينة العقيمة ترمز للإنسان المرائي. التينة العقيمة برضو في الموقف اللي احنا فيه وفي نهاية حياة ربنا يسوع المسيح ترمز للأمة اليهودية، الأمة اللي ادعت إنها الأمة المنفردة بالقداسة على الأرض دونا عن كل أمم العالم. ليه؟ لأن ليها الشريعة، عندها الكتاب، عندها الهيكل، عندها الذبائح، عندها الطقوس الدينية، عندها الأصوام، عندها الذبائح الصباحية والمسائية، عندها كل شيء مقدس، ومع ذلك خلت من الإيمان، خلت من المحبة، خلت من التواضع، من القداسة، خلت حتى من الاستعداد لقبول المسيا اللي كل عباداتهم متمحورة حوله، خلت من استعدادهم لقبوله وإطاعة أوامره. دي الأمة اليهودية، كل شيء ورق 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 لكن من جوه مفيش. لما تقرأ العهد القديم بتمعن تلاقي العهد القديم ده كله متمحور حوالين شخصية المسيح المسيا المنتظر، لكن هم يهتموا بكل شيء مكتوب حرفيا، يهتموا بالشعائر والطقوس حرفيا، ولما يجي اللي ترمز إليه الطقوس والذبائح والكتاب يشير إليه وبيشاور عليه بوضوح، مش عايزينه، لا نقبله، عايزين بس اللي احنا بنعمله، خلينا نصلي ون ايه ون ون ونبين للناس ان احنا منتظرين المسيح، ولما يجي لا مش عايزينه. ايضا شجرة التين العقيمة ربما ترمز لكل انسان وكل كنيسة تدعي القداسة وما فيهاش ثمر يليق بالإيمان والتوبة. كل إنسان، كل مجموعة، كل كنيسة
صرف النظر انهي كنيسه تدعي القداسه وما فيهاش ثمر يليق بالتوبه ايمان. دي شجره التين. عشان كده ربنا يسوع المسيح يقول لا يكن منك ثمر بعد الابد. السيد المسيح هنا اتكلم مع الشجره كانها كائن ذات ادراك وكانها اذنبت. ليه؟ لانه قصد من ذلك ان العقلاء اللي واقفين يسمعوا ويفهموا مغزى كلامه. كانش بيكلم الشجرة عشان الشجرة تسمع، كان بيكلم الشجرة عشان التلاميذ واليهود يسمعوا. كان بيكلم الشجرة عشان يديهم مثل منظور وملموس من خلاله يقدروا ان هم يفهموا ايه رسالته الروحية. ومع كلمة ربنا يبست في الحال. طبعا نفهم من كده ان التينة ابتدت تذبل من اول كلمة ربنا يسوع المسيح، ويحتمل ان التلاميذ شافوا دلوقتي يوم الاثنين الصبح الاوراق ابتدت ايه ابتدت تذبل شوية شوية. وتاني يوم زي ما بقول القديس مرقس يوم الثلاث الصبح وهم عدين وجدوها وقد يبست من الأصول، يبست من الأصول. طبعا سرعة تيبس الشجرة إشارة إلى خراب مدينة أورشليم وعقاب الأمة اليهودية، لكنها نبوة زي ما قلت لكم من الأول إن زي ما حصل في الشجرة هيحصل في إيه في أورشليم وفي الأمة اليهودية، إن هي تيبس وكل الورق يضيع، كل الورق إيه يضيع لأنها لم تحمل ثمارا. ساعات ناس تيجي كده وتصعب عليهم الشجرة، يقول له ذنبها إيه الشجرة دي إن ربنا يسوع المسيح يلعنها. وبعدين أول مرة نقرأ عن ربنا يسوع المسيح بيعمل عمل فيه قسوة، اسمعش خالص في خلال خدمة ربنا يسوع المسيح انه عمل يأذي فيه. يمكن القديس بطرس في خدمته خلى حنانيا وسفيرة يموتوا لانهم كذبوا على الروح القدس، ويمكن بولس رسول خلى عليم الساحر يفقد النظر بتاعه. ونسمع عن حاجات زي كده في العهد القديم زي إيليا اللي يصلي صلاة فتمطر الأرض تمطر السماء على الأرض 3 سنين ونص، لكن ما سمعناش عن ربنا يسوع المسيح بيعمل عمل ما فيهوش رحمة. إيه اللي حصل؟ السيد المسيح صنع آيات كتيرة بين بيه رحمته، ودي الآية الوحيدة اللي أظهر به العقاب أو أظهر فيها العقاب. فعلم بها أنه يجري العدل والقضاء كما يجري الرحمة، عشان كل واحد فينا يفهم أن ربنا زي ما هو حنين ورحيم وبيحب البشر ومتحنن، لكنه أيضا هو العادل، هو القاضي، هو الديان لكل المسكونة، هو الذي يعاقب، كما أنه أيضا الذي إيه الذي يعطي الكرامة ويعطي المجد لمن يستحق. قديس يوحنا ذهبي الفم يقول تأمل جميل قوي، يقول إيه؟ بما أنه كان في كل ما على البشرية ولكن كان من الضروري أن يقدم برهانا على قدرته وعلى العقاب ليتعلم تلاميذه واليهود أنه قادر على أن يجعل الذين طلبوه يارسين، إلا أنه بمشيئته
لم يفعل ذلك الإنسان بل في نبات. يعني ربنا لما حاب يدينا مثل على عدله وعلى عقابه، إدانا المثل في إيه؟ في نبات مش في إنسان. انتوا معايا يا جماعة؟ لا، صوت قدسك أضعف لفترة السيارة كتابنا. يا ترى صوت، طيب آخر حاجة، آخر حاجة إيه؟ إن في محبة ربنا لما أراد أن يظهر صورته كصاحب إدانة وصاحب عدل أظهره في الشجرة ولم يريد أن يظهره في الإنسان. طيب في عدد 20 يقول: فلما رأى التلاميذ ذلك تعجبوا قائلين: كيف يبست التينة؟ في الحال زي ما قلنا ان التلاميذ هنا في انجيل متى شافوا ده تاني يوم اللي هو يوم الثلاث، زي ما ذكرها بالتفصيل القديس مرقس، نقول ان هو في صباح يوم الاثنين كان اللعن، وفي يوم وابتدى على طول الورق يذبل، لكن تم ال 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 تمت التينه ذبلت كاملا في ايه؟ في يوم الثلاث من الاصول زي ما قال القديس مرقس ايضا. تعجب التلاميذ المسيح في تين اللي كانت بالامس المسيح جه يدور فيها على سمك كانت نضره جدا، النهارده اصبحت يابسه. واحد فقط من انها ماتت منذ سنوات، انها ماتت منذ ايه؟ منذ سنوات. تعرفين الواحد يكون عنده نبته كده صغيره تبتدي تموت، تاخد لها يوم اتنين لحد ما تبتدي ورق يزبط واحده واحده، لكن دي في يوم واحد جفت من الاصول. من ايه؟ من الاصول. ربنا يسوع المسيح يقصد بايه من المثل دوت احبائي؟ مملكه الظلمه. عشان كده حب ربنا يسوع المسكر فاكر انه هيلاقي صوت بيروح ويجي يا ابونا. والسكرين، السكرين ما فيش سكرين. هو كده النت فصل عنده، واضح. ما في صوت خالص كمان.
هو انتوا لسه موجودين يا جماعة ولا انا بس؟ لا موجودين يا عايدة لسه. موجودين يعني. انا بفكر نطلع ونرجع نلوج ان تاني ولا ايه، معرفش. المشكلة من عند أوت سابونا يعني، اعتقد المشكلة عند ابونا مش عندنا. هنبقى في نفس السيتويشن برضو ان احنا مفيش ابونا. المشكلة عند ابونا مش عندنا. يعني نروح ولا نستنى؟ بتهيألي لا، اللي عايز يقعد يقعد، اللي عايز يقفل يقفل براحته. لا نستنى، لانه ممكن هو واضح ان ابونا بيحاول يا جماعه. وبعدين ما يلاقيش حد تبقى ظريفه يعني. يعني سننتظر شو ننتظر ميعاد الاجتماع ما يخلص ونقفل وخلاص، لان احنا ممكن في اي لحظه ابونا يرجع. طب قول لنا ترتيله عايده على حاجه ابونا يرجع. ده انا حاشيه ضرس النهارده كويس ان انا رتبت. صوتك جميل يا عايده، ربنا يخليك يا حبيبتي. طب انا عندي سؤال يا جماعه، ليه دايما نتهم بني اسرائيل ان ما فهمش سمر، بالرغم من ان المسيحيه انتشرت من اليهود والتلاميذ وكده، ففي سمر ولا ايه رايكم؟ بس هم اللي قالوا اسلبوه اسلبوه، بس سمر، انا قصدي في سمر طلع يعني، العالم كله عرف المسيح من اليهود، فسمر رهيب يعني. يعني مش كلهم، عايز اقول يعني في سمر، ده قصدي يعني. اعتقد ان هو كان بس اللي ما فيش، اللي ما امنوش بالمسيح فما جابوش ثمر يعني. طبعا يعني اللي هيكون زي التينه، لكن اللي هم هيكونوا زي التلاميذ وهياتوا بثمر، طبعا هم مش هم المقصودين. ربنا مثلا بمثل التينه ده فبيحذرنا ان احنا نبقى كده. في بعض اليهود يعني مش كل اليهود، في ناس ما امنوش وما لم ياتوا بثمر زي التينه. انا عايزه اقول ان في ناس ما امنتش، بس في ناس اللي امنوا ونشروا المسيحيه في العالم كله، يعني في ثمر واضح ورائع يعني. بس ما هم دول ما يقصدهمش السيد، يقصد اللي ما عملوش ثمر يعني. يمكن المقصود بيها القاده الروحيين، القاده نفسهم، كتبوا يعني، كتبوا ممكن يسيني برضه، اللي هم فعلا رؤساء البلد يعني. بس هم ليهم الكلمة اللي هم على البيزنس بتاعهم عشان كده. اوكي. طب حد عنده أي حاجة يعني نناقشها مع بعضينا كده قبل ما يرجع؟ في نفس السؤال، في نفس السؤال اللي أنت بتسأليه، أيوه، على ثمر الأمة اليهودية فين؟ لو كملت الحتة دي بتتشرف في نفس الإنجيل، بعد على طول وقعت التينة، السيد المسيح بيقول إيه؟ فأجاب يسوع: الحق أقول لكم، إن كان لكم إيمان ولا تشكون فلا تفعلون أمر التين فقط، بل إن قلتم أيضا لهذا الجبل انطلق وانطرح في البحر فيكون. لما نخش للحتة دي هتلاقي ده الثمر بتاع الأمة اليهودية، لأن هو هنا بيكلم اليهود، بيكلم التلاميذ، بيكلم الناس اللي هيبتدوا الرسالة. إيه هو الجبل اللي هينطرح للبحر؟ الجبل هو الجبل الذي قطع بذوب من غير ايدين، هو شخص ربنا يسوع وايديه. البحر اللي هو بحر العالم اللي هي الامم. فهنا حتى ان كان الناموس والقادة اليهود اصبحوا ورق بلا ثمر، لكن من خلال صلاة الناس اللي امنوا هيوصل المسيح لكل واحد في العالم. هو ده الثمر اللي هيكون موجود. فهو السيد المسيح بيكمل بالشرح الباقي بعد كده يعني، ان شاء الله يعني لما نخش فيها يعني، هو نبتدي الشرح. تقول ان في ناس اثمار من اليهود اللي هم اللي امنوا، تلاميذ وغيره، عشان الثمر النعمه مش الناموس. يعني كل الفكره ان النعمه هي اللي بتجيب ثمر مش الناموس. فالناموس الناموس خلاص، فربنا عايز يقول النعمه اللي بتيجي بعد كده، النعمة مش بالفدا وبالثمر يجي بعد. أنا قصدي دايما بنتهم الأمة اليهودية إنها مش إحنا اللي بنتهم، هو الرب اللي بيقول كده مش إحنا. أنا فاهمة يعني، أنا لما الرب يقول كده يعني هو شايف إن الأمة اللي كان المفروض تبشر العالم بالرب وبتقول إن الرب جاي، لكن هم خدوها حرف ما عملوش أي ثمر يعني. ما العالم كله كان وثني، لكن هم ما قدروش يوصلوا إن الناس تعرف ربنا، فكلهم كانوا واخدينها حرفيا وبقوا مش منظر للعالم، بل منظر بالعالم.
يعني عثرة للناس أكتر. مش بيقول، مش كان بيقول للفريسيين أنتوا بتجيبوهم يهود وبتخليهم أسوأ منكم، فكانوا هما بقوا أسوأ من الناس اللي حواليهم، اللي ربنا كان مفروض هما اللي يبشروا، المفروض هما كلهم اللي ينشروا عمل ربنا ويكلموا الناس عن الرب، هما بقوا حرفيين وناموسيين. فطبعا ربنا كان هو اللي قال لهم انتم بلا سمر. اي شكرا يا حبيبتي، ميرسي. اعتقد كمان مثل سينا ده لكل انسان، يعني مش لليهود بس، يعني ده لكل انسان بصوره شخصيه، ان هو لما كانش ياتي لحياته بسمر للمسيح هيبقى زي التينه، يعني بصوره شخصيه لكل انسان، مش لليهود بس ولا للتلاميذ ولا كل انسان فينا لازم ياتي بسمر لربنا يسوع المسيح. طبعا طبعا اعتقد الثمر اللي هي الاعمال طبعا الكويسه اللي هي بترضي ربنا. طبعا طبعا الثمر اللي هو قال عنه بولس الرسول، محبه فرح سلام. يعني عارف دي بالظبط زي ايه؟ زي نظرتها في متى 25 مثل العذاره، ان العذاره الجاهلات ما حدش كان يقدر يفرقهم عن العذاره الحكيمات، بمعنى انهم كانوا شجره مورقه لكن كانت المشكله ان معهمش الزيت، معهمش الثمر. في وقت الجد بقى، ايوه، مش الزيت يقصد بيه الاعمال يا الزيت ده كل الزيت. زمان كل ما كل حاجه حياه البني ادم كلها اللي هي الحياه حياته اللي هي حسب اراده ربنا، هو الروح القدس. فهنا دول بالظبط وقت الجد، لان في تفسير ثاني شخصي بقى يقول لك ان الشجره دي برضو ترمز لكل شخص، واخد بالك؟ لم يكن حتى اوان الثمر. يعني ايه لم يكن اوان الثمر؟ يعني جه الوقت خلاص ما فيش وقت للثمر، ده انت في مواجهه مع المسيح. هيقول لك طيب كل الهيصه اللي كنت عاملها يعني الهاله اللي حواليك اللي كانت في حياتك، فين الثمر؟ تقوى ولكم سوره التقوى وتنكرون قوتها، اللي هي بالظبط زي مثل العذاره الجاهلات. العذاره الجاهلات كان لهم الصورة التقوى، كان لهم الورق، كان لهم الصورة انهم فيها ثمار، لكن لما تقابلوا في اللحظة دي مع السيد المسيح كانوا بلا ثمار. زي بالظبط السيد المسيح في نفس برضه متى 25 بعد المثل ده بيقول الجداء والخراب، لما الجداء هيقفوا على الشمال هيقولوا له ازاي؟ ليه الجداء؟ احنا باسمك تنبأنا. الجداء دي يعني خراب؟ لا انا بس يعني مناقشة جميلة، مش عايزة اقطعها. انت كنت سامعني يا ابونا؟ سوري اتصبر شويه بس انا مظبط الدنيا. يا ابي كويس انك باك. طب في اللي اتقال يا ابونا كتر خير قوي يعني، بس ممكن بعد ما نخلص نشوف في اللي اتقال عشان نحس. طب يا ابونا ماشي لذيذ، بس خلينا نكمل كده لحد ما اظبط الكمبيوتر من عندي. ماشي يا احنا وصلنا لحد ان التلاميذ تعجبوا من اللي حصل. فبعض القديسين بيتأملوا في الموضوع ده، زي القديس أغسطينوس بيقول أدرك الرب يسوع أن شجرة معينة تستحق أن تصير يابسة لأن ليها الأوراق دون الثمر. الشجرة دي هي مجمع اليهود اللي كان لديهم كل كتابات الأنبياء التي لم تكن إلا أوراقا، والمسيح جائع يطلب ثمرا فيهم فلم يجد، إذ لم يجد نفسه بينهم، فمن ليس له المسيح ليس له ثمر. وده تأمل جميل قوي، لأن لما بندور هنا أو سيد المسيح بيدور على ثمر، بيدور على نفسه فيهم. وده تأمل الواحد فينا لابد يفهمه ويفهم مغزاه. يفهم مغزاه إزاي؟ يفهم إن ربنا عايز نفسه فيه، عايز المسيح اللي اتولد فيك في المعمودية. مش احنا بنقول ان كل الذين اعتمدتم للمسيح قد لبستم المسيح؟ ففي الحقيقة الانسان فينا اللي بيثمر هو اللي بيبين المسيح اللي فيه الناس، مش حاجة داخلية، مش حاجة الواحد فينا بيخترعها، بل بالعكس اللي بيبينه هو المسيح اللي اتولد فيه في المعمودية وبينه لإيه؟ بينه للناس. عشان كده التأمل اللي بيقوله القديس أغسطينوس ده تأمل رائع وجميل جدا، لما بيكلمنا عن إيه؟ لما بيكلمنا عن إنه كان بيدور على نفسه فيهم، كان بيدور على نفسه في أمة اليهود. طبعا
كان في ناس امنوا بيه زي التلاميذ وزي ال120 اللي كانوا موجودين يوم ايه، يوم البنتكوستي. لكن الاغلب العام ما كانش هناك، كانش موجود. الاغلب العام قاوموا ورفضوا، والاغلب العام جم بعد فتره وقاوموا حتى تلاميذه ويبهدلوهم وقتلوهم واضطهدوهم، مش بس في اورشليم بل في كل مكان في الارض، لانها كانت امه في مجملها، في مجملها كانت امه بغير ايه، بغير ثمر. عشان كده نلاقي ربنا يسوع المسيح يقول ايه، يقول ها انا ذا اترك لكم بيتكم خرابا، ونلاقي ان حجاب الهيكل يتشق نصين عشان يعلمنا عن زوال الكهنوت اليهودي، وان اللي عندهم او البركه اللي عندهم هتتاخد منهم وتعطى لامه تعرف كيف تصنع ايه، تصنع ثمار. تامل تاني يقول القديس اغسطينوس برضو جميل قوي على موضوع شجر التين او اوراق التين في الكتاب المقدس، يقول اننا نجد شجره التين تلعن لان لها ورق بلا ثمر. ففي بدايه الجنس البشري اذ اخطا ادم وحواء صنع لنفسيهما إزارين من أوراق التين، تكوين 3:7، هذه التي تشير إلى الخطايا دي أول حاجة. ونثنائيل اللي هو بارثولوماوس، معلمنا بارثولوماوس الواحد من التلاميذ، أيضا كان تحت شجرة التين، كمان هو تحت ظل الموت، لما السيد المسيح قال له إيه، وأنت تحت شجرة التينة قد إيه، قد رأيت هذا الذي رآه الرب الذي يهتم بمن قيل عنهم الجالسون في أرض ظلال الموت أشرق عليهم نور. ساعات الناس تصعب عليهم التينة قوي واللي حصل فيها، لكن نحب نقول لأي حد إن الشجرة لم تصبح عقيمة لأن يسوع لعنها، بل لعنها لأنها لم تحمل ثمر. هكذا أيضا اليهود لم يفقدوا بر الله لأن ربنا هجرهم، بل لأنهم فشلوا في إنتاج ثمر الإيه، ثمر البر. الشجرة بتاعت التين العقيمة رمز للأمة اليهودية وهيكل. في سنة 70 ميلادية وجفاف التينة نبوة عن إيه؟ نبوة عن هذا، نبوة عن هذا. بعد كده يا أحبائي ربنا يسوع المسيح انتهز الفرصة بتاعت المثل اللي هو ادهولهم والآية العظيمة اللي عملها قدامهم عشان إيه؟ عشان يعلمهم حاجة جميلة قوي. عايز يعلمهم إيه؟ عايز أعلمهم عن قوة الإيمان، قوة الإيمان. ففي عدد 21 يقول لهم إيه؟ يقول لهم فأجاب يسوع الحق أقول لكم إن كان لكم إيمان ولا تشكون فلا تفعلون أمر التين فقط، بل وإن قلتم أيضا لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر فينتقل. خلي بالكم موضوع الإيمان ده هو ربنا يسوع المسيح ذكره في أماكن كتيرة، وأيضا ذكروا بولس وذكروا معلمنا يعقوب. فلو رجعنا بس إصحاحين ورا إصحاح 17 نلاقي ربنا يسوع بيتكلم في نفس الموضوع. دي كنت شنودة معنا نقرأ آية 20. أيوة منا. فقال لهم يسوع لعدم إيمانكم فالحق أقول لكم لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا إلى هناك فينتقل ولا يكون شيء غير ممكن لديكم. خلي بالكم من الآيات دهيت، آيات تثبت الإيمان لو إحنا فهمناها وحفظناها وطبقناها في حياتنا. برضو لوقا 17:6 مدام موندا معنا. أيوة. فقال الرب لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل
لكنتم تقولون لهذه الجميز انقلعي وانغرسي في البحر فتطيعكم. شفتوا هنا السيد المسيح قال كذا مثل على قوة الإيمان، مثل الجميزة دي ومثل إيه ومثل الجبل أيضا. نلاقي برضو معلمنا بولس الرسول في كورنثوس الأولى 13 لما يتكلم على الإيمان اللي بينقل الجبال. أستاذ مدحت ده وعدد 2، وإن كانت لي نبوة وأعلم جميع الأسرار وكل علم، وإن كان لي كل الإيمان حتى أنقل الجبال، ولكن ليس لي محبة فلست شيئا. تمام. ومعلمنا يعقوب يعلمنا على الإيمان. طبعا كلام عن الإيمان ده كلام كتير وممكن نقعد نتكلم فيه كتير قوي قوي قوي، لكن بس نتعلم حاجات بسيطة وكل واحد فينا يبتدي يقرأ أكتر عن موضوع الإيمان ده لأن موضوع مهم. قديس يعقوب يقول لنا إيه في عدد 6؟ دي العبرانيين قدسك. يقول إيه في 1:6؟ دي كونشنودة تفضل. ولكن ليطلب بإيمان غير مرتاب البتة، لأن المرتاب يشبه موجا من البحر تغبطه الريح وتدفعه. لكن ليطلب بإيمان غير مرتاب البتة، زي السيد المسيح ما بيقول كان لكم إيمان ولا تشكون. طبعا السيد المسيح انتهز الفرصة بتاعة الآية العظيمة اللي عملها وابتدى يعلم التلاميذ عن قوة الإيمان اللي بيه يقدروا يعملوا أشياء عظيمة جدا حتى المستحيل منها، زي إن هم يقلعوا جبل من أساسه ويطرحوه في البحر إن كان لهم إيه؟ إن كان لهم إيمان. طبعا التأملات كتيرة جدا في موضوع الجبل والبحر، لكن تأمل واحد منهم نقوله يقول الجبل يشير إلى الشهوات الكثيرة اللي بتملك على القلب وتثقله، فإن كان للإنسان إيمان ويتمسك بالله فإنه يقدر إنه يلقي بجبل الشهوات اللي دايس على قلبه إلى البحر، يعني يرميه للعالم ويتخلص من شهوات العالم كله. قديس فليكسينوس يقول الإيمان يعطي الإنسان قوة إلهية فيه حيث يؤمن أن كل شيء يريده يفعله، دي قوة الإيمان. وكلمة لا تشكون مهم قوي إن احنا نفهم يعني إيه. الشك في قوة الله ووعده هو أكتر حاجة تتلف فعالية الإيمان ونجاحه فينا. خلي بالك دي مهمة قوي. الشك في قوة الله ووعود الله هو أكثر ما يتلف فعالية الإيمان ونجاحه. كما أن الوعد الإلهي أكيد، هكذا يجب أن يكون إيماننا واثق وأكيد. مهم قوي دي، وتعجبني قوي الآية اللي موجودة في عبرانيين 11 على أبطال الإيمان اللي يقول عنهم إن هم لم ينالوا المواعيد زي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، لم ينالوا المواعيد لكن من بعيد نظروها وحيوها. ده بالإيمان، دي قوة الإيمان. وبرضه يتقال على زوجات أبطال الإيمان إن هم أخذوا أمواتهن بقيامة، يعني إيه؟ يعني هم شايلين الأولاد اللي ماتوا في الحروب كأنهم شايلين ناس مقامين مش ناس ميتين. موضوع بتاع الجبل يقولوا إن ده تعبير يضرب به المثل ويشير إلى أنه إذ آمنا فلا شيء مستحيل أمام الله، فالوعد مؤكد على الرغم من أنه قد يبدو مستحيلا. يعني موضوع الجبل وموضوع الجميزة كل الكلام ده إشارة ومثل على أن الشيء المستحيل بالإيمان يحدث، بالإيمان يحدث. وإحنا عندنا في كنيستنا وتاريخها الكلمة دهيت أو الآية دهيت مطبقة حرفيا في معجزة نقل جبل الإيه المقطم.
يكمل ربنا في عدد 22 ويقول وكل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه. هنا السيد المسيح بيعلم تلاميذه يقدروا ياخدوا ايه بمساعدة هذه القوة اللانهائية اللي هي قوة الصلاة والإيمان مع بعض. قوة الصلاة والإيمان مع بعض. طبعا الوعد ده هو بتاع كل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه، ده مقيد بشروط، عشان احنا مش بناخد آية واحدة بس، احنا بناخد كل الكتاب على بعضه. الشروط باينة في أماكن كتيرة جدا، وأهمها إن اللي احنا نطلبه يكون حسب مشيئته، حسب مشيئة الله. وزي ما بيقول معلمنا يعقوب أيضا، تطلبون ولستم تأخذون لأنكم تطلبون رديئا لكي تنفقوا في لذاتكم. خلينا نشوف الآيات عن تحقيق الصلاة موجودة فين. برضو لو رجعنا متى 7، متى 7:7، مدام مندى 7:7، تفضلي. اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. تمام. لوقا 11:9، استاذ مدحت بيباوي، لوقا 11:9. وانا اقول لكم اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. تمام. وعندنا آية جميلة جدا كلنا حافظينها في يعقوب، يعقوب 5، دي يكون شنو ده؟ يعقوب 5:16. اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات، وصلوا بعضكم لأجل بعض لكي تشفوا طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها. طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها. شوف برضو معلمنا يوحنا في يوحنا الأولى بيقول إيه، يوحنا الأولى 3:22، مدام موندا عدد 22. ومهما سألنا ننال منه، لأننا نحفظ وصاياه ونعمل الأعمال المرضية أمامه. تمام. أستاذ مدحت بيباوي برضو يوحنا الأولى 5:14 و15، آيتين جمال جدا. وهذه الثقة التي لنا عنده، أنه إن طلبنا شيئا حسب مشيئته يسمع لنا، وإن كنا نعلم أنه مهما طلبنا يسمع لنا، نعلم أن لنا الطلبات التي طلبناها منه. دي قوة الصلاة أحبائي وقوة الإيمان معا. قديس يوحنا ذهبي الفم يقول حدث كل هذا لأجلهم، لأجل التلاميذ، حتى لا يخافوا ولا يرتعبوا عند التآمر عليهم، لأنهم هيبشروا في العالم كله. ويقول هذا مرة ثانية ليمكنهم من التمسك بالصلاة والإيمان، وبقول لهم إنكم مش هتعملوا بس معجزة في شجرة فقط، لكن تقدروا تنقلوا جبالا وتفعلون أمورا أخرى إن كنتم واثقين بالإيمان والصلاة. من ضمن التأملات في الموضوع ده اللي يقولوا إن الجبل الكبير ده قد يرمز للوثنية، اللي التلاميذ وأبائنا الرسل والأباء اللي بعديهم بإيمانهم خلعوا الوثنية من العالم ورموها إيه في البحر، وابتدى اسم المسيح والإيمان بالمسيح ينتشر في المسكونة كلها. واحد من التعليقات يقول الله يمنح نعمة الإيمان، لكن البشر يغزونها ويقوونها. عندما يؤدي الإيمان بالإنسان إلى الامتناع عن الشر والإتيان بأعمال صالحة، كلما امتنعت عن الشر وتبعت البر صار إيمانك قويا، وكلما امتنعت عن الشر وأهملت الأعمال الصالحة ضعف إيمانك. دي حاجات تقوي إيمان الفرد فينا، إن هو يمتنع عن الشر
ويعمل أعمال البر فإيمانه يقوى. تدريب روحي لكل واحد فينا أحبائي، الصلاة لإيمان ولجاجة تعطينا كل ما نطلبه، الصلاة بإيمان ولجاجة تعطينا كل ما نطلبه، بشرط أن تكون طلباتنا موافقة لمشيئة الله. وعشان تحفظها وتتعلمها دايما تقول له يا ربي أنا طالب منك 1، 2، 3، 4 ولكن ليس كمشيئتي بل كمشيئتك، لتكن مشيئتك يا رب. برضو التدريب بتاعنا ان احنا لا نتراخى في الصلاة بل نطلب من الله بإيمان كل احتياجاتنا ونلح عليه، فهو يحب ان يسمع أصواتنا ويحب ان يعطينا كل الخيرات ان كنا نطلب حسب مشيئته. كلام جميل احبائي يعلمنا النهاردة ان احنا نتمسك بكل شيء جميل في قلوبنا، نتمسك بالصلاة، نتمسك بقوة الإيمان، ونبعد عن كلام الشك وكلام التجديف والكلام اللي بيضعف من إيماننا، كلام الناس المشككين. إن احنا نقرأ كتير في سير أبطال الإيمان والشهداء عشان نتعلم منهم، ونبعد عن كلام العالم وأفكاره، لأن صدقوني أكتر شيء يضعف إيماننا إن احنا ننغمس في كلام العالم وأفكاره. أنا كان نفسي إن احنا نقدم النهاردة أو ناخد كمان الموضوع بتاع السؤال عن سلطان يسوع اللي هيقولوه رؤساء الكهنة بأي سلطان تفعل هذا، بس عشان الجليتش اللي حصل والوقت اللي احنا ضيعناه يعني أو أنا ضيعته هنخليه المرة الجاية، لأنه كلام مهم قوي وفي ربط ما بين الأناجيل، ومش عايز أقوله بسرعة يعني. بس ممكن ناخد كام دقيقة كده في مناقشة لو تحبوا تتناقشوا وتكملوا المناقشة الجميلة اللي كنتوا بتعملوها. تفضل.